بنرحب بالفنانة منى فضالي عبر شاشة فوشيا. أهلا بيكي معانا. أهلا بيكي حبيبتي. كلمينا عن مشاركتك النهاردة في انترناشونال فاشن. بصي أنا عشان بحب الفاشن أكتر فتلاقيني لازم لو حاجة فيها فاشن أو حاجة فيها أزياء أو حاجة فيها لبس عموما بحب أروح أبص عليها، يعني أشوف إيه الألوان الجديدة، الديزاينات الجديدة، إيه اللي ممكن يبقى مناسب إيه اللي مش مناسب، حتى لو مش هاخد من النوم بس على الأقل يبقى عندي فكرة يعني مش أكتر. منى انتي ليكي افلام بتحضريها الفتره اللي جايه زين سنه 7 وفيلم تاني مع طلعت زكريا، عايزين نتكلم عن تفاصيلهم وادوارك فيهم. زين سنه 7 انا بالنسبه لي انا حباه قوي لانه جديد بالنسبه لي ودور انا ما عملتوش قبل كده وكاركتر غريب. موقف مع طلعت زكريا يعني تقدري تقولي هو كاركتر متنوع شويه وهو مش دور كبير على فكره، الناس فاكره ان دور كبير، لا هو مش دور كبير خالص. انت منزله صوره على انستغرام ان انت دور فلاحه فيه؟ لا هي مش فلاحه، هي بتتنكر الفلاحه، هي ليدي عادي جدا بس من طبقه شعبيه بس بتتعرض لظروف انها تهرب فبتضطر انها كل شويه تتنكر في حاجه عشان هربانه من الناس. بس زنزانه 7 هيكون معاكم نجم عالمي ستيفن زيجاب؟ لا هي دي كانت اشاعه، كان المنتج بتاعنا بيحاول فعلا انه يجيب ستيفن زيجاب وعمله ميل وكل حاجه، وهو طلب ان هو ما يصورش في القاهره لان احنا شغلنا كله في القاهره، واذا هيتصور يصور بره، فده طبعا كان ميزانيه كتير على الفيلم فنزلت انا حتى تكذيب عليها. انت على السوشيال ميديا بتنزلي صور كتير قوي وفي جمهورك خد صوره ليكي ان انت بتقولي ما بقاش في حب، ان انت في ازمه عاطفيه، عايزين نعرف ايه الحقيقه. لا والله خالص، بصي انا دايما بشوف انه مفيش حب ده طبيعي، ده حقيقي يعني، لان انا بحس كل الناس بقت منافقه جدا، حتى ممكن تكون صاحبتك يعني، لان انا تعرضت لده قريب فعلا، واحده تبقى قاعده معاكي واكله معاكي شاربه معاكي وتلاقي من وراكي بتضربك في ظهرك دي، فانا بالنسبه لي ده غدر يعني، مفيش حد بيحب حد بجد، مش شرط يبقى راجل وست ومش شرط اكون مرتبطه او مش مرتبطه يعني، لا وبعدين لو مرتبطه هتلاقوني بقول عادي يعني مش هخاف، ده يا ريت. صاحبتك دي منى اللي كنت بتقصدي بيها ان الناس كلها فيك اما قلتي كده في البرنامج نهار؟ لا لا دي حاجه تانية، لا حاجات النهارده قديمه، لكن اللي اتكلمت عليها دي قريب، دي حد من صحابي بقى الانتيم يعني. دراما 2019 هنشوف حاجه دراما 2019 بس مش رمضان، عندي البيت الابيض ان شاء الله مع استاذ تامر حمزه، هبتدي ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله، يعني ارجع بس من السفر واخش تصوير باذن الله.